الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. بقالنا مثلا انا بقالي 10 سنين في تلفزيون الحياه او 10 وشويه. القصه ببساطه اني ما فيش يوم عدى من يوم ما اشتغلت غير اما اتسال على السؤالين. السؤال الاولاني البيتزا، والسؤال الثاني المكرونه بالبشاميل. طبعا عملنا بيتزا كتير قوي، ولكن بناء على رغباتكم. حتى والله اول امبارح حد قابلني طفل صغير اسمه ادم، قال لي يا شيف انا عايز البيتزا. فان شاء الله هنعمل حلقه عن البيتزا من الالف للياء، عن العجينه زي الكتاب ما بيقول، عن كل ما يخص البيتزا من تفاصيل صغيره النهارده. وهنعمل لكم بيتزا باشكال مختلفه، حتى هنعمل منها حاجه حلوه كمان. دلوقتي القصه ببساطه، انا ما بحبش اكرر بجد والله، بس بناء برضو على رغباتكم فهنعمل بيتزا النهارده بطريقه مختلفه واشكال جديده. مش هنقول بقى لا مارجريتا ولا نابوليتانا ولا كواتغو فورماج ولا 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 الاسماء المشهوره عالميا دي. احنا هنعمل بيتزا بسيطه اي ست بيت تقدر تعملها، مش شويه عجين وطماطم وشويه جبنه موتزاريلا، واللي على الوش انتوا حرين فيه. يبقى اساس البيتزا عجينه وطماطم وجبنه موتزاريلا، الباقي المكونات دي كلها اختياري، يعني تحطوا حاجه على حاجه، تحطوا سمك، تحطوا فراخ، تحطوا اللي انتوا عايزينه على التوبنج، مفيش مشكله. تعالوا نشوف المقادير. في خلال المرات اللي فاتت هو في بيتزا موجوده بتبقى تخينه كده، عباره عن عجينه تخينه قوي، وفي بيتزا بتبقى رفيعه خالص، دي ايطالي. فاحنا هناخد بين البيتزا الامريكاني والبيتزا الايطالي. اللي هناخده النهارده العجينه دي، هي بعد محاولات مضنيه وصلنا العجينه بين الاثنين، بين ان هي تبقى تخينه قوي زي المخبوزات وانها تبقى رفيعه قوي زي العيش الناشف. فاحنا هنعملها بين الاثنين. تعالوا نشوف المقادير، والمقادير ببساطه هي عباره عن كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق، وعندنا كمان معلقه من الخميره، ومعلقه من السكر، ونص معلقه ملح، وثلاث معالق لبن باودر، وعلبتين زبادي، وثلاث معالق زيت زيتون او زيت عادي، وميه للعجن. اظن ما فيش ابسط من كده. طب يا شيف يسري، في عندك حاجتين هنا ضد بعض، الزيت والزبادي. الزيت علشان خاطر يخليها شويه مقرمشه، والزبادي عشان تبقى طريه شويه. تاني هقول المقادير، كيلو دقيق ومعلقه خميره ومعلقه سكر ونص معلقه ملح وثلاث معالق من اللبن باودر وثلاث معالق من زيت الزيتون او الزيت العادي وعلبتين زبادي وماء للعجين. تعالوا مع بعض نعجن العجينه بتاعتنا. اول حاجه هنروح كله على بعضه، هنا الدقيق، وبعدين نحط معاه الزبادي، وبعدين اللبن الباودر، وبعدين الخميره والسكر وزيت الزيتون. قلنا لو ما عنديش زيت زيتون ينفع زيت عادي، ما فيش مشكله خالص، ثلاث معالق من زيت الزيتون وشويه الملح. تاني العجينه بتاعتنا ببساطه، كيلو دقيق، معلقه خميره، معلقه سكر، رشه ملح صغيره، ثلاث معالق لبن بودر، وثلاث معالق زيت زيتون، وعلبتين زبادي. وهحط كل الخليط ده كده ونقلبه مع بعضه. وزي ما بنصحكم كل مره، اللي انا مشغله ده اللي هو الخطاف ده للعجين، العجينه بتبقى ناشفه، فلازم الحمل بتاعي، لو انتوا حاطين الكف في العجين هتلاقوا الجهاز ده بيتهز بيتنفض كان في كهرباء ماسكاه. ليه؟ لان ده ما بيستحق، الكف عايز الحاجات الخفيفه، الحاجات اللي فيها زبده، الحاجات اللي فيها هشه، لكن العجينه او المخبوزات محتاجه الخطاف ده. جميل. هنزود كده شويه من الميه. حد هيسالني يقول لي يا شيف يسري، طب ما معروف الاستاندر بتاع الميه، ما احنا قلنا بقى ان انا ما اعرفش قصه ان الدقيق بتاعي محتاج قد ايه ميه، فبحط ميه لغايه ما تلم معايا العجينه. هزود برضو شويه ميه، وبعدين هنقول على مقادير الصوص الطماطم. اول حاجه هنكمل برضو بس العجينه واسيبها بعد كده تتخدم شويه. جميل. حطينا تاني اهو الدقيق
الخميرة، السكر، الملح، زيت الزيتون والزبادي واللبن الباودر، كل ده بيخدم معايا العجينة، بيطلع لي عجينة مميزة، بيطلع لي عجينة كده بحس بطعمها. في غلطة كلنا بنغلط فيها، ان احنا بعد ما بنخلص العجينة دي بنقوم شايلينها كلها كده هيلة بيلة وحطينها فين؟ في بولة كبيرة او في حتة ونخمرها على بعضها. اما باجي اهبط بترجع تاني الخميرة تنزل على ما فيش، فاما اجي اسويها تلاقاها ناشفة. لا، احنا الميزة في ان البيتزا تطلع صح هنقطعها تتخمر كل قطعة لوحدها زي ما هنشوف حالا دلوقتي. اكمل المية اخر حاجة اهي ونسيبها ونروح نشوف مقادير صوص الطماطم. 2 كيلو من الطماطم، 2 كيلو من الطماطم السليمة زي ما هي اهي، وبصلايه كبيرة او بصلتين كبار متقطعين، وخمس فصوص ثوم، ومعلقة زعتر، وورقتين لورا. تاني 2 كيلو او كيلو ونص من الطماطم زي ما هي كده بقشرها بكل حاجة مغسولة بس، وعندي بصلتين متقطعين وخمس فصوص ثوم، وكمان عندنا او ورق لورا وزعتر. بحط كل ده مع بعضه واغطي مية واسيبه على النار يتسلق معايا اهو. بقى هذه الحلة بتاعتنا، هنحط الطماطم، البصل والثوم والزعتر وورق اللورا، ونغطي بميه ونحطها على النار لغايه ما الطماطم دي تستوي معايا. لما تستوي معايا الطماطم خالص خالص وهتلاقوها كده شكلها اتغير، بنشل الطماطم والبصل والثوم فقط، بنشل الطماطم والبصل والثوم اضربهم في الخلاط واصفيهم، بيبقى عندهم بالشكل ده. هوريها لكم حالا مع بعض واحده واحده. كيلو ونص الطماطم حطيتهم على البصل على الثوم على الزعتر على ورق اللورو مع الميه، بدات تغلي استوت، شلت الطماطم مع البصل والثوم بس، ضربتهم في الخلاط ورجعت تاني صفيتهم بقى بالشكل ده. طب ده دي طلعت تقيله قوي يا شيف يوسف وشكلها حلو قوي. ليه؟ لان انا بعد ما صفيتها حطيتها على النار تغلي شويه. يا استاذ محمد. الو، اهلا بيك يا استاذ محمد. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اولا مبروك على البرنامج الجديد، مش عارف انت هتعرف صوتي ولا لا. استاذ محمد، محمد فايز. محمد فايز حبيب قلبي، ازيك يا نجم النجوم حبيبي؟ انت كل ما اعمل دايت تبوظهولي، حرام عليك. لا 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 خالص والله، ده انا عايز استضيفك مره معايا هنا، ده شيف محترم، شيف محمد فايز حبيبي. ايه الاخبار؟ منور الدنيا. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ربنا يعزك يا رب. منور الدنيا والله. والله العظيم ثلاثه، انا مبسوط ان انا بسمع صوتك، ربنا يخليك. انا كنت عايز ابارك لك على هوا من زمان، فيعني جت الفرصه اهو الحمد لله. حبيب قلبي ربنا يكرمك، يعني انا مبروك سعيد. منور الدنيا وعوضا حميدا ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك يا محمد. انا كنت هقول محمد فايز بس قلت لا استنى اما اعرف كده عشان ما الخبطش الامور. ربنا يكرمك يا رب. بس انا عامل دايت، ارحمني بقى، ارحمني، حرام عليك. عموما هعمل لك حاجات دايت. حاضر. طيب من عينيا. مع ان الدايت ما بينفعش معاك، انت بتخش تبوظ الدنيا في المطبخ. انا عارف حبيب قلبي ربنا يخليك يا محمد. انا سعيد بسمع صوتك ودايما بتقدم يا حبيبي. يا رب يخليك لي يا حبيبي، ربنا يكرمك. اشكرك. رجعنا تاني، بشكر استاذ محمد. محمد ده صديقنا وصديقي، راجل لذيذ بس بيعرف يطبخ كويس قوي. خلاص انا عندي هنا العجان بتاعي، خلصت العجينه اهي، شايفين؟ هلفها كمان لفه. وزي ما قلت لكم يا جماعه، قصه العجين ان لو حطينا الكف هتلاقوا المكنه دي بتتنطط كده، لكن انا حاطط العجان، فبعد ما اخلص كده العجينه وترتاح، عمليه ان انا بزود لها الوقت في العجين ان هي بترتاح معايا تبقى كويسه. هنرفع بقى الحاجات دي، بنعتذر طبعا، بنعتذر لاصحابهم طبعا. ونيجي هنا نعمل ايه بقى؟ نقول اول بيتزايه هنعملها ازاي؟ انا عايز اوريكم شكل العجينه بعد ما قطعتها كذا قطعه، 3 4 5 6 7 زي ما انتم عايزين. ناخد كده، ادي العجينه، بصوا عامله ازاي؟ اهو شايفين متخمره ازاي؟ اهي دي العجينه اللي انا بتكلم عليها. حد بقى يقول لي اصل العجينه دي يا شيف يسر انا بفردها على الزيت فبتطلع مش عارف ايه، لا ماليش دعوه بالقصه دي كلها، انا بتكلم العجينه دي بتتخمر وتتفرد على الدقيق. جميل؟ فهنعمل اول بيتزا مع بعض. هناخد مقدار من العجين، الاول بيتزا هي عباره عن بيتزا بالسلامي، السلامي ده موجود في السوبر ماركت، ده اسهل حاجه. عندي مقدار من العجين وكوبايه من الجبنه الموتزاريلا وكوبايتين كوبايه من صوص الطماطم اللي احنا عملناه، وكمان عندنا كوبايتين من الجبنه الموتزاريلا وكوبايه من الجبنه المبشوره و100 جرام من السلامي وشرايح طماطم
وزيتون اسود وزعتر ومعلقه زيت زيتون. هقول تاني، عندنا مقدار من العجين اللي احنا هنحدده مفيش مشكله، عندنا كمان كوبايه من الصوص الطماطم بتاعنا ده، وكوبايتين من الجبنه الموتزاريلا، وكوبايه من الجبنه الجوده، وكمان المبشوره، وكمان عندنا 100 جرام من السلامي، وشرايح طماطم وزيتون اسود وزعتر وزيت زيتون. حلو قوي. انا دلوقتي قلت المقادير، ولكن زي ما قلنا في البدايه ان البيتزا هي عباره عن عجينه صوص طماطم وجبنه موتزاريلا اللي انتوا عايزينه. مين معانا؟ يا استاذ اسلام. ازيك يا شيف؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. عامل ايه يا شيف؟ انا بخير والله لما بسمع صوتكم. ربنا قول لحضرتك يا شيف، معلش كنت عايزين نسال لحضرتك سؤال. اتفضل اتفضل. دلوقتي لو ما عنديش اللي هو المضرب اللي هو بيقلب العجين ده، عجنها ازاي؟ تعجنها زي ما كنا بنعجن زمان. يعني زي ما كنا بنعجن العجينه زمان، كنا بنعجنها ازاي؟ يعني امهاتنا ما كانش عندهم الاجهزه دي، كانوا بيعجنوا على ايديهم. يعني هعجنها، هنجيب بوله زي اللي احنا شايفينها دي، ونحط الدقيق ونحط المكونات ونعجن بايدينا عادي جدا، ما فيش مشكله. يعني ما الموضوع سهل. خلاص، ادي قطعه من العجين اهي، شايفين العجينه بتتفرد معايا بالايد دي فوق وتحت. هنعمل العجينه دي عشان الوقت بقى نفرد اهي، لغايه ما نوصل لمستوى معين من العجينه انا هقول لكم عليه دلوقتي. جميل، لان انا هعمل لها حرف كده، حشوه اختراع هتعجبكم قوي. في ناس طبعا في ناس بتحبها العجينه تخينه، دي برضو احرار في الموضوع. بصوا بقى، عشان العجينه متخمره زي ما انا قلت لوحدها، اول ما هفرد كل ما افرد تلاقوها بتطلع، يعني ما بتاخدش وقت في انها تتخمر تاني، مش محتاجه ان انا اخمرها تخمير تاني. لكن اما هبطها وافردها بتختلف معايا اختلاف كلي وجزئي اهو. ونلف. يا استاذ عصام، استاذ عصام، الو. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. ازيك شبيصي؟ الو. هذا الو. ايوه انا سامع حضرتك، اتفضل. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله، نحمد ربنا. مبارك، انا معجب بيك والله يا شبيصي، وانت عارف الكلام ده كويس. ربنا يخليك يا استاذ عصام. بقول لحضرتك، انت بتحب البيتزا ولا لا؟ طبعا يا باشا. طيب يا ريت حضرتك تقوم تنفذها دلوقتي. عينيا يا باشا، عينيا. انا بس متابعك معاك على البرنامج. نعم؟ متابعك انا دلوقتي على البرنامج، بس كنت عايز اعيد العجينه ذات نفسها، التركيب بتاع العجينه. هقول لك على العجينه، حاضر، تاني تحت امرك. حاجه تانيه؟ بشكرك يا استاذ عصام على اتصالك، وهقول لك على العجينه وهقول لك على كل المقادير. شايفين انا البيتزاية حسب ما انا عايز، يعني انا عايزها تخينه بعملها تخينه، عايزها رفيعه بعملها رفيعه، الموضوع زي ما بنقول كده حسب ما انتوا عايزين. شفتوا انا فردتها كتير، هقول لكم ليه، هقول لكم ليه دلوقتي. هجيب سكينه ونجيب بوله فيها شويه ميه وفرشه، عشان هنعمل حاجه دلوقتي اهو، انا بفردها كمان، هو ده المطلوب. هنجيب صينية بتاعتنا على قد البيتزاية، ونيجي هنا نقفل دي كده، ونيجي ناخد بالسكينة السكينة اهي، السكينة اهي، ناخد حروف كده. بصوا بس، شوف انا ببعد قد ايه اهو، بلف دايرة 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 من حوالي 2 سم بعيد عن الصينية اللي انا هعملها. الدايرة دي حوالي زي ما قلت 2 سم بعيدة عن الصينية. هروح ابص على العجينه، بصوا العجينه من غير ما اعمل فيها حاجه طالعه معايا زي الفل اهي اهي. شايفين يا جماعه؟ العجينه محتاجه تتخمر شويه، هتبقى معايا اجمل مما تتخيلوا. هو ده اللي انا بتكلم عليه، خدمه العجينه. خلاص هسيبها مش محتاجها، وتعالوا نكمل. بعد ما قطعنا 2 سم حوالين الصينيه، والزياده دي مش هرميها. مين معانا؟ يا استاذه عبير. الو. الو يا اهلا بحضرتك. ازيك يا شيف يوسف؟ انا بخير والله، طول ما انتم بخير. عامل ازاي صحتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، منورنا والله دايما والله. يا رب يخليك يا استاذ عبير. لو سمحت بالله عليك، عايزه بس كريت التونه. ليه؟ كريت التونه تعمليها في البيت يعني، ولا عايزه تسويها؟ لا عايزه اعملها في البيت. حاضر، من عينيا. حاضر حاضر، هقول لك دلوقتي حالا وانت معايا على التليفون. بصوا بقى يا شيف يوسف، انت عامل لها حرف؟ عامل لها حرف. ليه يا شيف يسرى؟ هقول لكم دلوقتي اهو. جميل، الحرف ده ليه؟ هقول لكم ليه حالا حالا. جميل،
وهناخد كمية من الموتزاريلا، ناخد في الحرف حوالي كوباية. ما أنا قايل كوبايتين، أنا قايل كوبايتين. طب يا شوف اللي هيطلع بره ده ما تقلقوش، اللي هيبقى بره خارجي ده ما تقلقوش منه. بعد ما عملنا كده نسكن الحروب بتاعتنا أهو، ونيجي نجيب المية والفرشة وندهن على الحروف من بره لأنها هلزقها في بعضها، وندهن على الحروف من جوه دهنة بسيطة كده، ونيجي نقفل دي على دي ونضغط. ركزوا معايا، يبقى أنا عملت حرف أو شفة كاملة من العجين، هتبقى فيها شوية من الجبنة، طعمها لوحدها دي موضوع لعشاق الجبن. طبعا في ناس كتير قوي بتحب الجبن، فأنا منهم، يعني ممكن أنا أكل بيتزاي بالجبن بس. أهو إن شاء الله هنعمل لكم الفطير الشرقي، وبكرة زي ما وعدناكم هنعمل المكرونة بالبشاميل اللي بيجيلي عليها كل يوم اتصال، اتأخر النهاردة مش عارف ليه. كده حلو قوي، شايفين أنا بسكنها وبضغط عليها عشان ترجع تاني رفيعة زي ما كانت. وبعدين ناخد هنا الصوص، حلو قوي، ونفرد الصوص ده كده، نغطي لغاية حروف البيتزاية، شايفين؟ بعد ما بملاها ما تكتروش كمية الصوص عشان العجينة تستوي معانا، بقوم مغرق تاني جبنة موتزاريلا، وبعدين ناخد بقى بقية المكونات بتاعتي. أنا حاطط جبنة عادية أهو، حط السلامي ورا بعضه كده داير ما يدور أهو. إحنا بنروح نشتري بيتزاية بالشيء الفلاني، طب ما نعملها في البيت يا جماعة. طبعا طبعا حاجات أنا اللي عاملها، أنا اللي عاملها، عارف أنا بعمل إيه وباكل إيه وبشرب إيه. طبعا في ناس بتزعل من الكلام ده ان هم اصحاب المحلات، لكن صدقوني انا مش بتكلم عليهم ان انا بضطهدهم او حاجه، لا بالعكس. اهو مين معانا؟ يا استاذه سلمى. الو حضرتك يا شيف. الو الو ايوه ازاي حضرتك يا شيف؟ انا بخير لما بسمع صوتك والله. ربنا يخليك، ربنا يبارك لنا في حضرتك. اشكرك، ربنا يخليك يا استاذه سلمى. ربنا يخليك وتسلم ايد حضرتك على كل اللي بتعمله. يا رب يخليك يا استاذه سلمى، الله يكرمك. ربنا يخليك. معلش استاذن حضرتك بس في العجينه لان انا ما لحقتش اشوفها. حاضر، من عينيا من عينيا. ربنا يخليك يا شيف. حاجه ثانيه، طيب انا بشكرك على اتصالك وان شاء الله هقول لك على عجينه ثاني. قبل ما ناخد الفاصل حالا، زي ما قلنا شويه الزعتر على الوش، وبعدين هناخد رشه من زيت الزيتون نقط كده اهي، وبعدين نيجي هنا، عارفين صلصه الطماطم دي، هجيب البوله دي احط نقطتين ميه. بصوا بقى فكره جديده خالص لسه جايه لي حالا، خليكم معايا كده في الاختراعات اللي انا بعملها دي. ونلف كده لفه وندهن وش العجينه دي عشان تطلع معايا مقرمشه، وبعد ما ندهنها نعمل فيها فتحات عشان تطلع لي الجبنه وتشوفوا شكلها، ولا نخليها لما تطلع احسن؟ اهو خلاص انا خلصت اول بيتزايا بطريقه مبتكره وجديده. لما نرجع هنعمل بيتزا تاني، بس قبل ما نرجع هجاوب على سؤال بتاع اهو هنا، سؤال بتاع العجينه. العجينه دي اللي قدامنا اهي، دي اللي انا لسه عاجنها دلوقتي، شايفينها اهي، ودي العجينه اللي متخمره، بصوا بقى اهي، وهنشتغل بيها تاني. والعجينه كانت عباره عن كيلو من الدقيق، 3 معالق من اللبن البودر، و3 معالق من زيت الزيتون او الزيت العادي، ومعلقه خميره كبيره، ومعلقه سكر كبيره، ورشه ملح، وعلبتين من الزبادي، وفي الاخر بكمل ميه لاتمام العجين. استنونا بعد الفاصل هنكمل، هنعمل البيتزا الحلوه عشان هتاخد وقت في التسويه، ولما نرجع تاني نبقى نكمل مع بعض اصناف من البيتزا، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عملنا مع بعض البيتزا بكل تفاصيلها، العجينه وصوص الطماطم. صوص الطماطم ده للناس اللي بتعمل دايت روعه، لان ما فيهوش اي مواد تانية فيها دهون
ولا عملنا صلصه بصل ولا الكلام ده كله، احنا عملنا كله مسلوق مع بعضه. كمان العجينه دي ممكن اعملها دايت ازاي؟ ممكن اخد كوبايه من الدي العادي عليه كوبايه، عشان خاطر محمد فايز بس اللي بيعمل دايت، كوبايه من الدي العادي على كوبايه من الدي الاسمر اللي هو كامل الحبه على كوبايه من الشوفان، واحط خميره وزبادي ومعلقه زيت زيتون وشويه ملح صغيرين وشويه سكر، وبعد كده تتخمر معايا واحط عليها كميه من اللي انا عايزه. صوص الطماطم طبعا يعتبر دايت، والجبنه الموتزاريلا دي برده مش وحشه. جميل، هناخد بقى نعمل الحلوه. الحلوه هتاخد وقت في التسويه وفي العمايل. انا باخد قطعه من العجينه اهي. جميل، القصه بقى ان انا هفردها على سكر مش على دقيق. بيتزا هتبقى حلوه، هنفرد على سكر، سكر سنترافيش، نحط عليه العجينه ونحط على وش سكر تاني ونفردها لغايه ما تبقى معايا شكلها مستطيل، عشان دي هتبقى ضفيره. نقول تاني، سكر عادي، السكر العادي اللي بنحطه في الشاي بتاعنا، مش بودره، لا مش باودر اهو، هنفردها على سكر. هو في نوع من انواع الفطاير كده بتتعمل، هعملها لكم ان شاء الله، بتبقى برضو بتتفرد على سكر حلو قوي اهو. بنفرد تحتها سكر وفوقها سكر، دي علشان خاطر البيتزا الحلوه. جميل، وبعدين هفردها كده لغايه ما تطلع معايا القدر اللي انا عايزه، الطول اللي انا عايزه المناسب اللي انا شايفه صح. جميل، نقول مكونات بقى الحشوه بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا هي عباره عن، هتظهر قدامكم على الشاشه البيتزا الحلوه، مقاديرها عن عباره عن مقدار من العجين، مقدار من العجين نص كوبايه زبده سايحه، ونص كوبايه زبيب، زبيب مش زيت، ونص كوبايه شوكولاته قطع، ونص كوبايه من الكريمه، ومعلقه قرفه. نقول تاني، نص كوبايه زبده سايحه ومعلقه قرفه، نص كوبايه زبيب، وكمان عندنا كوبايه من الشوكولاته القطع، ونص كوبايه من الكريمه. طبعا لو حطينا الكريمه على الشوكولاته هتعمل معايا الجناش اللي انتم شايفينه ده، فانا مش محتاج احطه دلوقتي، يعني الكريمه مع الشوكولاته عملت معايا الجناش ده. لازم يبقى بارد، لازم اعمله يبقى بارد اهو، ده بدايه. ولكن قبل ما نعمل ده هنرجع تاني هقول لكم هنعمل ايه. اهو شايفين انا فردتها ازاي، وهنعمل بالفرشه ندهن الاول الزبده دي. بتزايا غنيه يا شيف يسري. يا استاذه وفاء، صباح الخير، ازي حضرتك يا شيف؟ الله يخليكي، الحمد لله بخير والله. كل سنه وحضرتك طيب ومناسبه رمضان. طيب مبلغه رمضان. حضرتك بتكلمي من ايطاليا؟ ايوه يا فندم. اهلا بيكي، بلد البيتزا هناك بقى، او اصل البيتزا. بالظبط كده. انا كنت عايزه استفسر عن حضرتك عن حاجه، هل الافران في مصر بتشتغل من فوق ومتحت مع بعض؟ الايه يا فندم؟ الافران اللي هي اللي عندنا في البيوت او اللي عند حضرتك في الاستوديو، بيشتغل فوق وتحت مع بعض صح؟ طيب انا عندي طريقه للبيتزا واعملها في البيت. انا اساسا يعني بشتغل في، كنت بشتغل وانا شابه الوقت خلاص يعني، في مجال البيتزا. اتفضلي. في البيت عندي طريقه كويسه جدا عشان تحط البيتزا في قاعده الفرن نفسه. على طبق عادي خالص بيتزحلق عليه البيتزا، بس على الطبق ده بحط عليه الورق اللي هو الابيض بتاع الفرن. الورق الزبده، ورق الزبده بالظبط كده. من غير اي حاجه انا بفرد البيتزا مدوره رفيعه طبعا، ايطالي زي ما بنعملها. بنحطها على الطبق اللي عليه الورقه ديت. بحط عليه البيتزا واحط عليها التوبنج وكل حاجه، وبرميها بزحلقها بنفس يعني بتنزل بنفس ورقه الزبده على الطبق على العادي، على قاعده الفرن من تحت، طبق الصيني العادي، يعني ورقه الزبده، ورقه الزبده دي بتتزحلق على الطبق، على الارضيه، على القاعده تماما، على الارضيه مباشره. دقايق بتطلع احسن من المطاعم اكيد طبعا، عشان بتاخد حراره مباشره على الارضيه على طول، فده صح. وبعدين الموتزاريلا بالظبط، الموتزاريلا نعم، عمرها ما تتحرق. وبتستوي في ثواني وبتطلع يعني زي المطعم بالظبط، يعني استحاله تفرقها. طيب والله فكره جميله، وانا طبعا بيسعدني اقتراحاتكم ومقترحاتكم، وانا طبعا بشكرك يا مدام وفاء، والف شكر ليكي، وسلام لكل اصدقائنا اللي في ايطاليا واللي في مصر واللي في كل مكان. انا بس عايز اقول لكم انا عملت ايه. بشكر طبعا مدام وفاء على اسلوبها ومعلوماتها الجميله، ويا ريت تجربوها. ان احنا زي ما بقول لكم البيتزا بتتفرد على دقيق، البيتزا ما بتتفردش على مثلا زيت، لا بتتفرد على دقيق. فمدام وفاء بتقول طالما بنفردها على دقيق ممكن نحطها مباشره على ارضيه الفرن، وده طبعا فكره حلوه قوي. هنا حشينا
دهنا زبده، دهنت الشوكولاته الجناش عشان خاطر لسه سايحه ومش سخنه، وحطيت عليها الزبيب والقرفه، وحطيت عليها كمان السكر، وهنلف ده رولز اهو. جميل، شايفين كاننا بنعمل سينابون، عارفين السينابون؟ زي السينابون بالظبط، بس دي طبعا العجينه دي احنا فردينها على سكر. عايز اموت دي، عارفين يعني ايه موت؟ يعني بلغه المهنه يعني يخليها رفيعه قوي عشان اما اجي الزقها تلزق معايا. وبعدين نلف الرول تاني اهو، وبعدين نعمل كده نفردها شويه، ونجيب السكينه نقوم قاطعينها عشان نعمل ضفيره. نجيب السكينه عشان نقطعها، بس امسح ايديا بس اهو. مين معانا؟ يا ام جهاد. السلام عليكم. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الله يخليكي بخير والله، طول ما انتم بخير. الله يخليك. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك انا بعمل القرص بس بتطلع ناشفه. عايزه بس القرص اعملها بطريه. بتعجنها بايه يا ام جهاد؟ بعجنها بميه وبحط شويه لبن بعد كده. لا ما هو اللبن بينشفها يا ام جهاد، حط لها يا لبن رايب يا زبادي، يا لبن رايب يا زبادي في العجين. يا لبن رايب يا زبادي. تطلع طريه ان شاء الله. شكرا يا شيخ. تحت امرك، تحت امرك يا ام جهاد. شايفين انا قطعت اهي، قطعت العجينه بتاعتي رول اهو، وهنيجي نعمله ضفيره. معلش الدنيا كده متبهدله، بس لازم نوريكم التكنيك بنعملها ازاي. اهي زي مطبخ اي بيت في عجود معانا. فين الصينيه يا استاذه بوسي؟ الو. الو، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك. اتفضلي، انا سامعك، اتفضلي. الو يا استاذه بوسي، حاولي تكلمينا تاني، التليفون قطع. انا بس هغسل ايديا عشان خاطر اهو عشان الشوكولاته والحاجات دي، وهننضف المكان ونرجع نكمل مع بعض. يبقى انا عملت، انا تعمدت ان انا اعمل دي عشان بتاخد وقت في العمايل ووقت في التسويه. بعد بنأمن نفسنا، بنأمن نفسنا. خلاص هنمسح المكان وهنروق نفسنا ونروح نعمل البيتزا الاخيره. يا استاذه منى. الو، معاك انا يا شيف يوسف. اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضلي. ايوه معاك يا شيف يوسف. انا سامعك، اتفضلي. كل سنه وانت طيب، عامل ايه؟ انا بخير والله الحمد لله رب العالمين. احنا بنحبك قوي والله، ومتابعين برنامجك والله. ربنا يخليكي ليا، ربنا يكرمك يا رب. اتفضلي سامع. ماما عايزه اكلمك دقيقه. حاضر، اتفضلي اتفضلي. اهلا يا شيف يوسف. يا اهلا بحضرتك، يا اهلا بيكي. طيب الحمد لله وحضرتك طيبه. احنا من سوهاج، واحنا من مبسوطين قوي بالحاجات الحلوه اللي بتعملها لنا دي. على راسي من فوق سوهاج واهل سوهاج وكل الصعيد. يا رب يخليك ويخلي لك صحتك، وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وبخير يا رب، ربنا يخليكي ليا. تدينا تتبيله الفراخ. تتبيله فراخ مشويه؟ حاضر، من عينيا، من عينيا. شكرا، تحت امرك، بشكرك، وببعت سلام لكل حبايبنا في الصعيد، ابتداء من الفيوم ونازل لغايه حلايب وشلاتين، عشان خاطر ما ننساش حد، بس كلهم حبايبنا اصدقائنا والف شكر ليهم. تعالوا نشوف البيتزا الاخيره، هتبقى عباره عن رول. احنا عملنا في ضفيره وعملنا البيتزا العاديه، وهنعمل الرول. البيتزا الرول عباره عن مقاديرها مقدار من العجين، قطعه من العجين اهي. وزي ما بقول لكم العجين، اول ما نجيب سيره العجين نقوم فردين على دقيق، ما تفردوش. لو رحتوا مطاعم البيتزا المشهوره هتلاقوا الراجل حاطط قدامه هرم من الدقيق كده بتاع البيتزا، سواء في ايطاليا او في اي دوله. مقدار العجين، وعندنا كوبايه من صوص الطماطم اللي احنا عملناه اللي هو الدايت، وكوبايتين من الجبنه الموزاريلا، وكوبايه طماطم مبشوره، وكوبايه من الزيتون المفروم، وكوبايه من اللحم المدخن. لحم مدخن انا فرمته قطع صغيره، ما عنديش لحم مدخن يبقى لانشون ما فيش مشكله، ومعلقه زعتر ومعلقه زيت زيتون. تاني كوبايه من قصدي مقدار من العجين اهو. عندنا كمان كوبايه من صوص الطماطم اللي احنا عملناها قبل الهوا، ولازم تكون بارده طبعا. وعندي كمان كوبايتين من الجبنه الموتزاريلا، وكوبايه من الطماطم المبشوره، وكوبايه من الزيتون المفروم، وكوبايه لحم مدخن، ومعلقه زعتر، واخيرا معلقه زيت زيتون.
هنفرد العجينه بالراحه خالص اهي. شايفين العجينه يا جماعه؟ اهو اهو، مش محتاجه ان انا اعملها بالمردانه خالص. ليه؟ لان العجينه مخدومه صح ومتخمره صح. جميل. هنفردها دي برضو، هتبقى اسطوانيه الشكل بس بطريقه مختلفه عن الثانيه. اهو مين معانا؟ يا استاذه شهد. الو. ايوه يا شهد، ازي حضرتك يا شيخ؟ انا بخير والله، طول ما انتم بخير. انا بحب حضرتك جدا والله كمان. وانا كنت عايزه اسال حضرتك عن عمل البيتزا. على ايه حبيبتي؟ عمل البيتزا. عمل البيتزا؟ امال احنا بنعمل ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ ما انا ما سمعتش الحكايه. عايزه اعمل، حاضر هقول لك عملنا ايه من عينيا. حاضر 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 يا شهد، عينيا هقول لك عملنا ايه من الاول للاخر. العجينه بصوا يا جماعه، عملت اسطوانه 20 في 60 مثلا، هنفردها كمان حته صغيره 20 في 60. وبعدين ناخد شويه صوص الطماطم بتاعتنا اهي، ونجيب سكينه اهو ونفرد. طالما بقى كده يبقى لازم نفردها بمعلقه صغيره عشان تاخد كده، وما تخلوش صوص الطماطم يبقى كتير علشان العجينه تستوي معانا اسرع. شايفين؟ وبعدين بعد ما عملنا ده كده هنيجي نحط الجبنه الموتزاريلا. مين معانا؟ يا استاذه ريهام من هنا، اهلا بيكم. اه طبعا حبايبنا في الصعيد كلهم. استاذه ريهام، الو الو، يا ريت توطي التلفزيون يا استاذه ريهام عشان تقدري تسمعيني. اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا شيخ. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، ممكن طريقه البيتزا العجينه بس؟ حاضر، من عينيا من عينيا. خاصة بس عايز اعرف نوع العجينة اللي حضرتك بتستعملها. طيب هما روح ارجعي لهم في الكنترول هيقولوا لك على النوع. هو عموما مش اعلان ولا حاجه، ده الشركه دي معانا، ده كنود، ده منتج اسمه كنود موجود في كل الاسواق المصريه، وطبعا ده بيقاوم يعني حلو جدا في الشغل، ما فيش مشكله. وممكن هما يقولوا لك على العنوان وكل التفاصيل ان شاء الله. خدنا الطماطم، خدنا الجبنه، خدنا الزيتون، هناخد بعدها طماطم المبشوره نرشها كده على الوش اهو. يا استاذه اسماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده الواحد سعيد جدا ان انا بسمع كل حبايبنا في الصعيد وفي اسوان. اهلا، ازي حضرتك يا شيخ؟ انا بخير والله، لما بسمع صوتكم ربنا يخليك ليا. والله احنا مبسوطين خالص ان انت رجعت تاني البرنامج. يا رب يبارك في عمرك وربنا يسعدكم يا رب، ربنا يخليك. كنت عايزه اسال بس حضرتك على شويه حاجات في المطبخ. اتفضلي اتفضلي. انا عملت بسبوسه من كام يوم كده، طلعت ناشفه. طلعت ناشفه وطلعت وحشه خالص، مش عارفه ليه. بصي هقول لك على حاجه، انا هقول لك على طريقه البسبوسه حالا، بس هعملها لكم عملي ان شاء الله قريبا، يعني انا ماجلها لرمضان عشان مناسبه البسبوسه، يعني عيد البسبوسه. في حاجه تانية يا فندم؟ بشكرك على اتصالك. هنا اهو بنقطع الاسطوانة دي أو المستطيل ده تلاتة قد بعض، تلات قطع أهو. بسم الله ما شاء الله، ونلف كده رول. طبعا أنا سعيد جدا بأسوان وأهل أسوان وكل حبايبنا اللي بيكلمونا من الصعيد أهو. شفت الرول ده؟ وبعدين ناخد على الرول التاني عشان خاطر يبقى خلوا اللي في النص ده بيبقى شكله أشيك شوية أهو. بصوا بقى، وبعدين ناخد التالت اهو، ركزوا معايا، هو ده. وبعدين دي بقى اللي هياكلها هيبقى زي الفل. نرفع دي كده ونقوم حاطينها هنا وضاغطين عليها، ما تقلقوش خلاص، ما انا حاطط لها حاجه محكمه اهي. بفردها وادخلها الفرن وهتشوفوا شكلها ان شاء الله، هنروق المكان هنا ونظبط الدنيا. ده اول بيتزا طلعت معانا اهي. يا استاذ عبد الرحمن. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يخليك، الحمد لله انا بخير الحمد لله. ممكن اسال عن عجينه البيتزا؟ حاضر هقول عجينه البيتزا اللي احنا عملناها من اول للاخر. احنا عملنا عجينه بيتزا هتشوفوها دلوقتي قدامكم بعد ما خلصنا اهو، بس طبعا هوريكم شكل البيتزايه اللي احنا عملناها اول واحده. شايفين منفوخه ازاي؟ بصوا بقى
اهي هو ده اللي انا بتكلم عليه. هنعمل ايه بقى؟ ممكن نجيب طبق من فضلك يا احمد او نحطها زي ما انتوا عايزين. بصوا بقى انا بسلكها بس، وبعد ما سلكناها عايز اقطع حته منها اهو. بس هناخد كده البيتزا نطلعها. بصوا بقى بسم الله. بصوا بقى انا هوريكم حاجه، هي مستويه من تحت. عارفين ليه؟ لان انا في البدايه حطيتها على ارضيه الفرن. ده اول بيتزا معانا، هنيجي نقطع قطعه منها بالسكينه. هات لي طبق لوحده. بصوا بقى الهنا اللي انا فيه وكميه الجبنه بتاعتنا. مين معانا؟ بصوا بقى، بص الجبنه دي، شايفين الجبنه دي اللي طالعه من الجنب دي؟ اهو اهو ده، هو ده اللي انتوا بتشوفوها بتدفعوا عليها قد كده. يا سلام. بصوا بقى من الجنب كمان اهو. ناخد معانا اتصال. مين معانا؟ يا استاذه نشوى. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. من فضلك انا عايز اعرف بس طريقه المكرونه البشاميل بس من اولها لاخرها من فضلك. طب ما تستنيني بكره اعملها لك بكره من اولها لاخرها. ايه رايك؟ طيب بكره هنعمل مكرونه بشاميل، هجو على عجينه البيتزا. انا بشكرك على اتصالك، احنا خلصنا كل شغلنا اللي فيه تكنيك. انا بس عاجبني منظر الجبنه وهي طالعه سايحه اهي، هو ده يا جماعه شايفين؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه. اهي 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 والبيتزا شايفين حلوه ازاي وطريه ازاي؟ بعد ما خلصنا كده هنقول على مقادير البيتزا. بس هناخد معانا اتصال. مين معانا؟ يا استاذه ساره. يا استاذه ساره. الو. يا ريت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون يا استاذه ساره. الو. يا ريت توطي التلفزيون. الو. ايوه يا فندم، اهلا بيكي. ازيك يا شيخ؟ انا بخير والله طول ما انتم بخير. عامل ايه؟ انا الحمد لله تمام. انا مبسوطه خالص ان انت رجعت تاني. ربنا يخليكي ليا، انا مبسوط ان انا بسمع صوتكم. ربنا يخليكي. ربنا يخليك يا شيخ. ممكن اعرف طريقه عمل البسبوسه؟ بس ممكن تقول لي عليها دلوقتي عشان هعملها. حاضر، من عينيا من عينيا. حاضر ماشي. انا بشكرك على اتصالك. هنقول مقادير عجينه البيتزا بناء على طلباتكم وصوص الطماطم. مقادير العجينه هي عباره عن كيلو من الدقيق، كيلو من دقيق، وفي الاسواق في دقيق لجميع الاغراض وفي دقيق لكذا وفي دقيق لكذا، فهو هنجيب الدقيق بتاع جميع الاغراض. عليه معلقه خميره كبيره، عليه معلقه سكر، عليه معلقه ملح صغيره، عليه 3 معالق لبن باودر، 3 معالق زيت زيتون او زيت عادي، وعليه علبتين زبادي. وهنكمل العجينه زي ما احنا عملناها قدامكم اهي اهي. العجينه والله اتخمرت وهي جوه العجان دي، احنا لسه عاملينها قدامكم شايفين. بنزود ميه لغايه ما العجينه تطلع معانا بالشكل ده اهي. وبعد ما عملنا العجينه هنجيب كيلو ونص من الطماطم زي ما هي مغسوله، احطها في حله، احط عليها بصلتين متقطعين وخمس فصوص ثوم وورقتين لور ومعلقه وشويه زعتر صغيرين، واسيبها تغلي لغايه ما الطماطم تستوي خالص. باخد الطماطم ده احطها في الخلاط مع البصل والثوم واضربهم في الخلاط يطحنوا ناعم، واصفيهم واخد ده يبقى عندي صوص الطماطم اللي انت شفتوه. عايز ابص بس على في الفرن اخباره ايه. بصوا يا جماعه الفطيره بتاعتنا او الضفيره اهي اهي، في الفاصل هنطلعها ونوريكم شكلها. شايفين عامله ازاي؟ حاجه مشهيه، حاجه روعه، حاجه هتعجبكم جدا. بقى في الفاصل هنطلعها. وادي البيتزا الثانيه الرولز، هنسيبها تكمل تسويتها عشان برضو نحاول نطلعها ونشورها لكم ان شاء الله بعد الفاصل. هجاوب على البسبوسه وهجاوب على التونه، ولكن بعد الفاصل والفراخ المشويه. خليكم معانا عشان تشوفوا دايما الممتع والجديد في برنامج المطبخ مع الشيف يسري، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. شايفين قبل الفاصل عملنا مع بعض ده الضفيره، بس طبعا ما عنديش طبق ياخدها كلها، فانا قطعت منها قطعه وقطعت هنا قطعتين. ممكن نحط في كذا طبق او نحطهم مع بعض اهم. بصوا بقى حلو قوي. طبعا لو انا عندي عزومه كبيره ممكن اقطعها اكتر من كده كذا قطعه وتطلع معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بالهنا والشفا.
حلوة جدا، حاجة لسه أول مرة بتشوفوها، أول مرة بتشوفوها. هاتلي كذا طبق كمان عشان نقطع من البيتزا. فاضل عند الرول، على بال ما تستوي هكون قعدنا نتكلم شوية. دي طبعا أول بيتزا عملناها، ودي كمان يقولوا عليها بقى سوفت كراست، يقولوا مش عارف ايه الحاجات دي، احنا مالناش دعوه بالمسميات. انا بكلمكم على اللي احنا نقدر نعمله في البيت بمنتهى السهوله. كمان قلنا العجينه مرارا وتكرارا، وقلنا الصوص برضو مرارا وتكرارا، وبكره هنعمل البشاميل. عايز اجاوب سريعا على البسبوسه. البسبوسه يا جماعه مشكلتها ان احنا بنعجنها، بسبوسه مش عايزه عجن. بسبوسه نص كيلو من دي السمولينا، عليه نص كوبايه من جوز الهند، وفي الناحيه الثانيه بجيب يا اما علبتين زبادي، يا اما ثلاث ارباع كوبايه لبن دافي، عليه ثلاث ارباع كوبايه سمنه، عليه ثلاث ارباع كوبايه سكر. اظن كل الحاجات قد بعض اهي. كل ده بقلبه مع بعضه لغايه ما يدوب، وانزل على الخليط او الناشف على اللي هو السايل، وما اقلبش بمعلقه ولاففهم كده، وجايب الصينيه بتاعتي دهنها بسمنه ومفضي فيها الخليط ده ومدخلها الفرن. وهي في الفرن بجيب كوبايتين من الميه، عليهم كوبايه ونص من السكر، يغلوا مع بعض، اديهم عصره ليمون. هي طالعه سخنه بقوم حاطط عليها الشربات، تلاقوها بتشربه، تطلع معانا بسبوسه احلى من اللي بنشتريها من بره. كده احنا قلنا على هات لي طبق كمان، طبقين كمان، نقطع كذا قطعه عشان الناس شايف عمالين يقولوا يلا يلا عايزين ياكلوا. كمان الفراخ المشويه. لو هعمل فرخه زي ما هي سليمه، هجيب الفرخه اغسلها من جواها بالملح والخل والدقيق، وبعد كده هجيب بصلايه وطماطمايه، حاجه شرقي خالص، وعود زعتر وشويه بهارات وخل ومعلقه زيت زيتون ومعلقه عصير ليمون، كله بضربه في الخلاط واصفيه، واخد الناتج ده اغمر بيه الدجاجه بتاعتي او الفرخه، واسيبها في التتبيله دي على الاقل ساعه زمن. بعد كده باخدها احطها في الفرن بدون اي حاجه كده على الصينيه على طول، لغايه ما تبدا تلون معايا. اخد من الصوص اللي ناتج عن التسويه وادهنها من فوق. حسيت ان الفرخه عايزه تستوي تاني بغطيها بالالومنيوم فويل لغايه ما تخش في السوى، وقبل ما اجي اقدمها بقوم رافع عليها الالومنيوم فويل وسايبها الجلد يقرمش معانا. احنا بس عايز ابص كده اخر بصه اهو، اهي قربت، عايزين نطلعها كده فوق عشان تاخد بس وش شويه. هي العجينه استوت لان احنا حطيناها على الارضيه الاول، وبعد كده حطيناها زي ما انتم شايفين تاخد الوش، هتاخد دقيقه كمان. اجاوب على ايه تاني؟ على التونه. التونه هي عباره عن قطع من لحم التونه الموجود في الاسواق. بنحط ميه تحت في حله فيها بصل وجزر وكرفس ولورو وشويه زعتر، وبعدين اجيب قطع التونه اقوم دهن ارش عليها شويه ملح، ودهنها بشويه من الخل وعصير الليمون، وكمان احطها متغلفه كده بشاشه في مصفى ومن تحت شاشه برضو، واخليها تستوي على البخار ده. بعد ما بتستوي معايا وخدت النكهات اللي طالعه معايا في الغليه، باخدها اسيبها تبرد خالص، وساعة التقديم بحط عليها عصير ليمون، شوية زيت زيتون وشوية شطة، بتبقى عندي تونة جاهزة للأكل، أحلى من اللي بتتباع بره في المحلات. يعني أحلى؟ يعني على الأقل مصدرها معروف. أنا بس عايز سكينة يا أحمد من فضلك، عايز أقطع كمان حتة هنا عشان نشيل بقى الطبق ده، على بال بس البيتزا دي أنا عمال أأخر فيكم، على بال ما البيتزا تستوي. بصوا بقى، قطع من البيتزا زي الكتاب ما بيقول، أهي أهي حاجة مشهية. هنا نمسح خلاص اهو. طيب احنا بس عايز اقول لكم حاجة، ان احنا وقتنا خلاص. ايه يا ياسر؟ والله هطلعها لك، هطلعها لك خلاص اهو. واحنا بنطلعها كده هنشكر كل اصدقائنا وكل حبايبنا. هات طبق اهو، بصوا بقى، انا هخليها زي ما هي، مش قاطع منها دلوقتي عشان خاطر لو قطعت هتتبهدل معايا. بصوا بقى طريقه التقديم، بقلب دي كده ونرفع الصينيه، وبعدين نجيب طبق تاني ونقوم قلبينه كده ونحطينها كده، ونقول لكم اتفضلوا معانا. بصوا بقى كميه الخضروات، الجبنه مع الحاجه بتاعتنا اهي سايحه قدامنا بالهنا والشفا. انا هسيبها طبعا، يعني هي كانت عايزه كمان سنه تاخد وش، بس كده الحمد لله ان احنا عملنا لكم البيتزا زي الكتاب ما بيقول، احلى من المحلات بره بكتير بكتير، وكمان بتمط. انا كنت هاكل بس يلا عشان بس بعد ما خلصنا ناكل مع بعض. لا لا
الله يخليك. انا بشكركم على حسن الاصغاء، يا رب نكون دايما عند حسن الظن. اعتقد ان احنا جاوبنا على معظم الاسئله بتاعتنا، يا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم، وان شاء الله نقدم لكم حاجات جميله على تلفزيون حب برنامج المطبخ مع الشيف يسري. زي ما بقول لكم كل يوم، يا رب نحب بعض. اشوفكم ان شاء الله بكره على خير. السلام عليكم.